في رمضان انا بحال جميع العيالات كندخلت انا الكوزينه، تيعجبني نوجد الشهيوات، تيعجبني على فكره انا كنخرج من الكوزينه حتى الوقيته ديال الفطور، تنبغي نبقى نوجد الشهيوات لبنتي لراجلي اللي الا كانوا عندي الضياف. وحنا رمضان اساسا زعما قليل باش كنكونوا بوحدنا، دائما يا اما عندنا الناس يا اما كنمشيو نفطروا عندهم وصافي. كيبقى رمضان حب الاشهر القلبي، وكتعجبني داك يعني الجمعيه، وتتكون العائله، وتيكون الوقت انني كنعطي وقت اكثر لعائلتي الصغيره وكذلك الوالديه وديك الشيء. انا كفنانه وعارفه خلينا من الغناء، لان عندي تجربه في التمثيل. انا بالنسبه لي اي عمل كنشوفه في التلفزيون والا بالنسبه لي ابداع، وبالنسبه لي واحد المجهود كبير بذلوا فيه هذوك الممثلين دوك الفنانين، لان انا جربت التمثيل وعرفت بحقه. راه بنادم كيفيق في 6 ونص الصباح وكيدخل دارو حتى الوحده وجوج الليل كل نهار، فمايمكنليش. انا بالنسبه لي اي عمل ابداع، كنحترم جميع الاعمال بغض النظر على هذا مزيان ولا هذا خايب، ولكن بالنسبه لي هذا واحد المجهود كبير اللي قاموا به واحد الناس، فما يمكنليش انا نقول فيه شي حاجه خايبه. مشاهدي لو 360 كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والراحه والعافيه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. ونتمنى ان الكليب ديالي جديد لازهر لا مكتوب يكون عجبكم، وتسناو الجديد ديالي عاوتاني قريب على لو 360.